أيها الإخوة الأحبة، هكذا قال ربنا لنبينا المصطفى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نزلت هذه الآية بعد غزوة أحد، حينما حدث ما حدث لسيدنا رسول الله. لذلك قال ربنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ومن هنا: فما الحياة ولا الموت إلا بإذن الله. أيها السادة، عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم، وكما تعاهدت الأسرة الكريمة أن تكون الليلة ليلة قرآنية بها عددا من القراء، نكملها بإذن الله تعالى. من قارئ إذاعي من قارئ وعلم إذاعي إلى علم إذاعي، ومع أعلام الإذاعة المصرية وأصحاب الأصوات الندية، قارئنا فضيلة القارئ العلم القرآني والسفير من سفراء القرآن الكريم إلى العالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، صاحب الأداء التقي والنقي والصوت الشجي، يتفضل مشكورا ليمتعنا بما يتلوه من معجزة الحبيب المصطفى، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا،
بئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أنزل عليكم من
نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يا الله بالله
يا ابن المايه والله شغلنا ازاي حبيبي كل مره كده يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في لدرس الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. Oh,
يرحم اللي علمه يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم اسلمه تعلم الله عاش المربي وعاش المعلم يعني. عليه رحمة الله اللهم اسكنه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن منتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما وشاورهم في الأمر.
كمان يا سيدنا ومين اللي بيقوله بيقول لمين صلى عني كمان بالصلاه على النبي ربنا بيقول لحضره النبي اللهم صل عليه وسلم كمان يا فبما واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر فاعف عنهم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان
كان لنبي ان يغل. وما كان لنبي ان يغل. وما كان لنبي ان يغل. ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي ان يغل. ومن يغل وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. هم درجات عند الله. والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لقد من الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا.
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
تعزية من الله لرسول الله في شهداء أحد، وإرشاد من الله عز وجل إلى رسوله عن المنافقين الذين تركوا رسول الله في غزوته، وصلا لما سبق من آيات سورة آل عمران: ولا يصنع ذلك إلا أهل الحفظ والإتقان. الصوت كروان والأداء دقة وإتقان، أمتعنا به علم إذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، القارئ العلم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، وسفير من سفراء القرآن إلى المحافل الدولية، ابن قرية الخراقشة مركز بلبيس، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. باسم أسرة الراحلة الكريمة، عائلاتي أبعرابي والسوال، باسم الحاج علاء عرابي نجل الراحلة الكريمة، والحاج أحمد عرابي، والأستاذ ممدوع عرابي، والأستاذ إسلام عرابي، والأستاذ إبراهيم عرابي، والحاج محمد عرابي، والأستاذ مصطفى أبو عرابي. أشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء، كما أشكر لأصحاب الفراشة الكبرى والإنارة أولاد أبو حجاب، وإلى الهندسة الإذاعية عبد السيد القليني بالسلاوي، وإلى مقدم الضيافة الكابتن عطية الدولي أبو حماد، وإلى عمدة مصور الحفلات القرآنية ومخرجنا ناصر صلاح ومصورنا صلاح ناصر. أيها الإخوة الكرام، شكر الله لحضراتكم جميعا.